السلام عليكم. انا غادي نعاود لكم واحد القصه طرات لي من حياتي. انا سميتي عبد الرحيم، ساكنه ديال حي روشنوار قدماء. الاب ديال العائله ديالي قدماء ديال حي روشنوار. انا طرات لي واحد القصه ديالي، قصه الباطل. في 2017 حطوا لي بانني دخلت للدار صفرت منها 10 مليون ديال الذهب، وانا ما داير لا بيدي لا برجلي. ضربت 7 شهور و20 يوم في السجن المحلي ديال عين السبع. من بعد خرجت بصراحة مؤقت، وبقيت غادي 4 سنين غادي جاي للمحكمة الاستئناف ديال كوماناف باش ناخذ البراءة ديالي التامة ديالي، والحمد لله وبقيت غادي جاي تاخذ البراءة التامة ديالي. وعندنا حنا في حي روشنوار تتبغي تستافد شي استفادة ما تعطيك حتى شي واحد وقت، تتبغي تسول على شي حاجة شي مواطن ما تعطيك حتى شي واحد وقت. علاش؟ حيت يشوفوا فيك واحد النظرة خايبة، لأن هاد السيد هذا مشى تيقولوا شفار الطريقة ديالنا. وانا دوزت واحد شنقول لك في حياتي، دوزت واحد الحياه صعيبه بزاف، دزت من واحد المراحل بزاف. دابا انا واخا خديت البراءه ديالي، بنادم ما غاديش غادي نبقى هاز الورقه ديالي ونقول فوالا انا خديت البراءه ديالي. كلشي ولات تشوف فيه واحد النظره خايبه، تندخلش اداره ما تعطيونيش وقت، اي اداره ما تعطيني حتى شي واحد شي وقت. دافع في واحد ديال سيدنا الله ينصرو والله يشافي لينا ويحفظ الاسره العلويه، واحد الملحقه عندنا في بلفيدير ديال إدارة السجون تتعطي سيدنا تعودنا في هذا الشيء. هذا من 2014 وأنا دافع، باقي ما استفدت ما والو. هذه دابا 9 سنين، ودابا أنا تزوجت وعندي وليد وعندي بزاف ديال الظروف. واش نقول لكم؟ واش المواطنين اللي عندنا هنا في ماشي غاديش نبقى هاد الورقة ديالي ونقول لهم براءة ديالي؟ أنا كنت غادي نحيد يديا حيت مشيت باطل. هاهي من جاو ليا السيب داتني بالليل قالوا لي فوالا انت هو سميتك عبد الرحيم، قلت لهم اياه. قال لك تمشي معنا تما ونقول لكم اش طاري. مي مشيت قالوا لي سيدي دخلت شي دار شفرتي فيها 10 مليون ديال الذهب في الفاصل 590، تيجري حتى 5 سنين ديال الحبس. 5 سنين ديال عمري ضاعت لي من حياتي انايا. ودابا عندي وليد وعندي الزوجه ديالي وعندي الاب ديالي في حاله اعاقه، وانا في شنقول لكم من الساكنه ديال روشنوار حاله شنقول لكم ضعيفه جدا. والحمد لله راضي بهذا الشيء هذا، ولكن باش انا غادي نقول لهاد الناس راني خديت البراءه غنبقى خصني نهز معايا هاد الورقه ونقول لهم راني خديت البراءه ديالي. واش شي استفاده ولا شي حاجه ولا شي خدمه؟ ما كاينش. توسخات لي حياتي اول حاجه هادي، وليت بسيسيكمو مريض عقلاني. علاش؟ حيت تبان لك بانك 50 من حياتك مشات لك هباء منثورا. واش نقول لكم؟ انا بغيت منكم غير شي استفاده، شي دراجه، شي حاجه اللي غادي، حيت وليت ربيت عندي مسؤوليه. لما جريت على لي كوش ديالي وحليب لولدي راه ما كاينش اللي يجيبهم ليا. والمجتمع ديالنا خصوصا في روشنوار عندي شي حوايج، انا بغيت شي مسؤول العامل ديال روشنوار يجي عندي روشنوار ولا نمشي عنده. انا تمشي العمالات، تنطلع العمالات يستقبلوني الناس. السي طارق ديال مبادره التنميه الله ينصرو والله يطول ليا في عمره، حيت كان مرض ليا ولدي انايا، ولقيت السي طارق عطاني واحد التوجيه في قطره الحليب. قطره الحليب كانوا طلبوا ليا 10000 درهم باش نخرج ولدي، ووقف معايا السي طارق والسي العامل تاهو بغيت نشوفو، حيت كاينه شي حاجه في روشنوار خاصها تتقال. حيت هادشي اللي كاين في روشنوار بالنسبه لي انايا، الاب ديالي عنده 74 عام تزايد في روشنوار، وانا عندي 34 سنه تزايدت في روشنوار، وعمامي وخوتي كاملين تزايدين في روشنوار. دابا تولي شي بغيت تستافد ولا شي حاجه يقول لك لا. شكون اللي تيستافد؟ واحد جمع 80 وتيستافد، تيصايبوا لي لاكارت ديالو تيولي هو تيدوي معاك تيقول لك انا عندي روشنوار. دابا يديروا ان شاء الله واحد المارشي، هما تيديروا عليه واحد الدراسه، هما ما عارفينش هادشي، تيديروا واحد الدراسه على واحد المارشي يديروه. من تنسولهم تيقول لا انت شفار انت فاعل وتارك. واش انا غادي نبقى فيما غادي خارج نوريهم هاد الورقه ديال البراءه؟ انا وليت مريض نفسانيا وعندي دابا مسؤوليه، بغيت نخدم ما لقيتش خدمه وبزاف د الحوايج. دافع عليها من 2014 9 سنين انا وغادي جاي. خرجت لي واحد السيفاده في 2014 قال لك حكا التليفون طافي، وداري عندنا بوحوت خاصهم يجيو عندي حتى للدار. قال لك اسيدي التليفون لقيناه طافي. انا مشيت هباء منثورا كنت غنحيد يديا على الدور، بقى فيا الحال. الاب ديالي في حاله اعاقه تيجي عندي مسكين حتى للسجن المحلي وبحالناش اللهم لك الحمد. ملي جا عندي الموظف في الحبس قال لي اش بغيت تحيد يدك؟ قلت لي انا قالوا لي غادي تخرج. هذوك اللي عمروا لي قالوا لي غادي تخرج. قلت لهم غادي نحيد يدي اختي؟ ها هي شتيها؟ قلت غادي نحيد يدي انايا. حيت نشوف راه اختي حياتي ضاعت دابا حاليا بوغ لانستو، حياتي ضاعت 5 سنين ضاعت ليا. وليت مريض بسيسيكمو، وليت مريض، وليت مريض عقلانيا. وشتي نعسه في داركم تجاو قالوا لك حكا ديتي 10 مليون ديال الذهب. ولكن هذا السيد هذا اللي مشى لي هذا الشيء هذا ما عليه والو، حيت هو ماشي قال لهم هو اللي دا ليا.
غير قالوا لي حتى هو حتى انا ما نلومش هذا السيد هذا. هاد الناس يظلموني حتى هما ما قدرنا ندعي عليهم ما والو، حقا ناخذوا عند الله. هذه اول نقطه ياك. ثاني نقطه، الساكنين اللي تنسكن فيها انا فرش نوار كلشي ولا تيشوف فيا واحد نظره خايبه بان هذاك شفار، هذاك تيفعل شي ترك شي دري وتيدير. تنعرف شي ناس اختي خدامين عندنا فرش نوار موظفين عندهم شهريه ياك ديالهم ومتيسالي في العشيه ما نعاودش لك، تيدور على الشركات كاملين دايرين لهم السيمانه ديالهم دايرين الفقيره ديالهم وكلشي، وانا اللي عندي مسؤوليه وخاصني ما ندخل ولدي. لما جبتهاش انا ما كاينش اللي يعقل عليا، والدي على قد الحال، دارنا على قد الحال، خوتي على قد الحال، وهاد الازمه اللي حنا فيها ربي اللي عالم. انا ما بغيت حتى شي حاجه، انا تنطالب، انا ما نكذبش عليك اختي، عندي مسؤوليه وعندي وليد دابا بقى لي والو يدخل المدرسه. انا ماشي تنطلب ولا هادي، انا ما خليتش ما درتش اختي، ضاعت لي 5 سنين ومرضت بسيسيك موليت مريض عقلاني يا اختي. انا 34 سنه عندي والساكنه ديال روش نوار عندنا شي حاجه. انا نقول لك كون عندي شي تيليفون تيصور غنوريكم شي فيديوهات تشوفوهم، ولكن انا بغيت شي مسؤول يجي. انا تنسكن في روش نوار 31 شارع بوريد، بغيت مساعدة العمل ولا شي مسؤول يجي عندي انا في 31 شارع بوريد روش نوار. انا تنطالب السيدي من هاد السيد هذا اللي ظلمني، انا ما حيت هو اش قال لهم ملي جا الشرطه القضائيه قال لهم هو انا ما شاك اشاك فيه، غير قالوا لي الناس ماشي انا هو اوبليغاتوار وليد دار ولا فعل. انا حقا ناخذ عند الله، ولكن الناس ولا تشوف في واحد نظره خايبه. هذه اول حاجه، بغيت نخدم ما لقيتش خدمه، عندي مسؤوليه خاصني ما ندخل ولدي ومرتي. يلا زيد وزيد وزيد وزيد، الاب ديالي زاد مرض، امي زادت مرضات، ودارنا كاملين مرضوا. واش نقول كاين بزاف اختي معامر ربي اللي عالم بيا ما نكذبش عليكم، وبغيناكم تعاونوا معنا وشكرا هادشي اللي كاين. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.